بنت هاوس بعشرين مليون دولار، قصر بخمسين مليون دولار، ومنازل أخرى أكثر جنونا. هذه أغلى منازل لاعبي كرة القدم. ولا يمكننا أن نتحدث عن إنفاق الملايين دون أن نذكر نيمار، لأنه في عام 2020 حصل على 95 مليون دولار. لذلك اشترى منزل أحلامه بأربعة عشر مليون دولار، وهو نفس المنزل الذي صور فيه فيلم The Expendables. وأصبح نيمار أول رياضي محترف في التاريخ يستطيع أن يهبط بمروحيته في منزله، وفي نفس الوقت أن يركن يخته الذي تبلغ قيمته 8 ملايين دولار في شاطئ فناء منزله الخلفي. ويحتوي هذا القصر على ملعب تنس، وملعب لكرة الطائرة الشاطئية، وملعب لكرة السلة، وملعب لكرة القدم، وحمام سباحة. وفي الداخل يتكون قصر نيمار من 6 غرف نوم وحمامات، وصالة ألعاب رياضية كبيرة تكفي فريق الهلال السعودي بأكمله. ومؤخرا أنفق المزيد من الملايين لتوسيع هذا القصر بملعب كرة سلة داخلي، وزينه بواحدة من أكثر الجداريات جنونا حول دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين. ومع ذلك فإن مجموعة منازله لم تتوقف عند هذا الحد، ففي 2021 أدرك نيمار أنه بحاجة إلى مكان آخر ليركن جميع سياراته الخارقة، ولذلك أنفق 3 ملايين دولار أخرى على قصر ضخم في البرازيل يتوفر على مرآب يتسع لعشرين سيارة. ولكن بغض النظر عن المرآب، فهذا المكان يطل على مناظر خلابة، ويتوفر على ملعب إسكواش وحمام سباحة وسبع غرف نوم ومصعد وطاولات بلياردو وأشياء رائعة أخرى. وبالنظر إلى هذه المنازل الرائعة، لم أكن أعتقد أنه يوجد أروع منها حتى اكتشفت منازل ليونيل ميسي. شقة بخمسة ملايين، قصر بعشرة ملايين، قصر بأربعة وأربعين مليون دولار. عقارات ميسي كلفت أكثر من ستين مليون دولار. ولكن أولا دعونا ننتقل إلى شقته في ميامي. فبعد انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، فقد استقر هناك في برج بورش، حيث يتوفر البرج على مصعد خاص بالسيارات، حيث تكون فيه سيارتك هي المفتاح، فقد امسحها ضوئيا والمصعد ينقلك إلى غرفة النوم الخاصة بك. كما تتوفر شقة ميسي على غرفتي نوم، خمس حمامات، أرضيات من الرخام، بار خاص، نوافذ من الأرض إلى السقف. وانظر عزيزي إلى هذه المناظر الخلابة، المدينة، الشاطئ. لا عجب أن هذا المكان كلف ميسي 5 ملايين دولار، ولكن لا يزال هذا أرخص منازل ميسي. فمن الواضح أن ميسي يحب فلوريدا كثيرا، فقد اشترى مكانا أغلى بالقرب من الأول، لكن هذه المرة لم يشتري شقة واحدة فقط، بل اشترى الطابق بأكمله. جناح ميسي الجديد على مستوى آخر، 4 غرف نوم، 4 حمامات، 1000 زجاجة نبيذ، دار سينما. هذا المكان يتوفر حتى على منتجع صحي، حوض استحمام ساخن، مركز اللياقة البدنية، و6 مسابح. وبما أن ميسي اشترى طابقا بأكمله، حصل على مكافأة صغيرة لإنفاق أكثر من 7 ملايين دولار، عرض كامل لأفق ميامي. انظر إلى هذا المشهد الرائع. ولكن كل هذا لا يقارن بقصر ميسي في برشلونة، ولأن هذا القصر باهظ الثمن، فإن رئيس الدولة منع الطائرات من التحليق فوقه. نعم، هذا هو منزل ميسي الأول، وبعد أن اشتراه بمليوني دولار، أنفق 8 ملايين أخرى على التجديدات، فقط للتأكد من أن المكان به كل ما يحتاجه ليصبح أسطورة. بالداخل حصل ميسي على طابق كامل مخصص لصالة الألعاب الرياضية الخاصة به، إنها مليئة بجهاز المشي، أجهزة بناء الجسم، غرفة للعب كرة السلة، وحائط كامل ليخلد ذكرى محمد علي، حتى أنه يطل على منظر الجبال عندما يمارس التمارين. ولكن خارج هذا المنزل هو المكان الذي تصبح فيه الأشياء مجنونة بالفعل. ميسي لديه ملعب كرة قدم كامل في الفناء الخلفي لمنزله، وكلما لم يتدرب ليكون أحد أفضل اللاعبين في العالم، فإنه يستمتع في حمام السباحة الخاص به. فقصر ميسي البالغ 10 ملايين دولار هو بالتأكيد شيء مميز. ولكن في عام 2022 بعد انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان، كان بحاجة إلى مكان في باريس، وبالفعل وجد أخيرا منزل أحلامه، قلعة سعرها 44 مليون دولار، مليئة ب30 غرفة، دار سينما، ملعب تنس، مرآب للسيارات، وواحد من أكثر حمامات السباحة الداخلية جنونا في العالم. ومع إضافة قصر ميسي إلى مجموعة منازله، يصل سعر المجموع إلى أكثر من 66 مليون دولار. ولكن منازل ديفيد بيكام كلفته أكثر من مجموعة منازل ميسي بأكملها. حصل بيكام في مسيرته المهنية على أكثر من 800 مليون دولار، وبما أنه يحب الظهور والتباهي، فقد اشترى أغلى بنت هاوس في عالم الرياضيين ب28 مليون دولار. وتقع هذه الشقة في أعلى ناطحة سحاب في ميامي، ويبلغ ارتفاعها 700 قدم، حيث يمكنك الاستمتاع بإطلالة رائعة على أفق ميامي وخليج بيسكين. هذه الشقة تبلغ مساحتها 10,000 قدم مربع، وتتوفر على
5 غرف نوم و7 حمامات، ولكن أفضل شيء في هذه التحفة الفنية هي المسابح الأربعة، واحد في الداخل في الطابق 61 و3 في الخارج بجانب النخيل. كما لديه صالة ألعاب رياضية متكونة من طابقين ومسرح سينمائي ومهبط للطائرات المروحية على السطح، ومنه يمكنه الطيران إلى منزله الأكثر جنونا، وهو قصر ضخم ثمنه 33 مليون دولار. فبعد أن وقع عقدا مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي بقيمة 250 مليون دولار، قام بشراء هذا القصر المتكون من 6 غرف نوم، 9 حمامات ومصعد ومكتبة وحتى استوديو للتسجيل في حالة إذا ما أراد أن يصبح مغنيا. ولكن الشيء الأكثر جنونا هو أن كل ما يملكه بيكام لا يقارن بممتلكات كريستيانو رونالدو. فقد بدأ كل شيء في عام 2003، حيث كان يعيش رونالدو في منزل والدته، وبعد أن قبض أول أجرة له قام باقتناء منزل كبير بمساحة 7000 قدم مربع، ولأنه بيته الأول كان باهرا للغاية، 6 غرف نوم وحمامات، صالة رياضية كاملة، مسرح للسينما، حوض سباحة داخلي وجاكوزي. ولأنه يساوي 4 ملايين فقط، كانت هذه مجرد بداية إدمان رونالدو على المنازل الفاخرة. فمباشرة بعد أن وقع مع ريال مدريد قرر ترقية بيته، وها هو ذا يقدم لنا جولة فيه بنفسه. Coming in, this is where I live. Let's go. I love this dog. You know why? Because it's always quiet. Cristiano. Play football. We have the nets there. It's already there. And we create here the Christmas tree. Because soon... هل رأيت هذا؟ طوق لكرة السلة، حمامي سباحة، وملعب كرة قدم كامل في الفناء الخلفي. ولكن حتى هذا لا يزال بعيدا عن أغلى منزل لرونالدو. ففي عام 2015 اشترى رونالدو أول بيت له في الولايات المتحدة، عبارة عن شقة ب 18 مليون دولار في برج ترامب في نيويورك. نعم، إنها مكونة من 3 غرف فقط، ولكنها تطل على كل المناظر الجميلة في مدينة نيويورك. ولكن هذا ليس بمفاجأة، لأننا نتحدث عن رجل يكسب كل عام 200 مليون دولار، وهناك شخص واحد ساعده كثيرا للوصول إلى النجاح والشهرة، إنه وكيل أعماله جورج مينديز. ففي عام 2015 أعلن جورج مينديز أنه سيتزوج أخيرا، لذلك أراد رونالدو الاحتفال باليوم الكبير لوكيله، فأقدم على أغلى عملية شراء في حياته كلها. كان بإمكان رونالدو أن يهدي جورج بهذه المناسبة سيارة أو منزلا أو طائرة أو حتى صاروخا، ولكن رونالدو جن جنونه وأنفق 50 مليون دولار ليشتري لجورج جزيرته الخاصة. وأما كريم بنزيما فإنه يملك أغلى منزل في حيه بأكمله، فقصر بنزيما الذي مساحته 9000 قدم مربع هو واحد من أفضل القصور في البلد بأكمله، حيث يتوفر على 7 غرف نوم وصالة رياضية وموقد للنار مدمج في الجدار، وحتى غرفة تذكارية لعرض جميع جوائزه. وفي أي وقت يريد أن يستجمم فإن لديه حمامي سباحة، واحد بالداخل وواحد بالخارج مع منزلق مائي، ولذلك أنفق أكثر من 5 ملايين دولار على هذا المكان. فما هو منزلك المفضل من بين هذه المنازل؟ اكتب جوابك في التعليقات. شكرا على المشاهدة، لا تنسى الإعجاب والاشتراك، والسلام عليكم.